رهيب، كل لعيبه الفرقتين في نص ملعب المرمى، منطقي جدا. حد هيقول لي اه طبعا منطقي. ادي كهربا، الشحات لكهربا، ادي كهربا، كهربا صح كهربا، واستلم الكره على الطاير فارس طيب عشان يسجل اول اهداف النادي الاهلي مع الدقيقه 36 من عمر الشوط الاول. اللقطه شكلها حلو، طرف الهوا على شكل وطريقه كابتن ماجد النجم الكرتوني الكبير اللي كان بيحط الاجوان دي، اتسقطت له حلوه من الشحات. شوفوا اللي استلمها من الشحات، قال لك كهربا روح بقى يا عم، اهو هي النهارده لسه مش ماشيه معاك. خدها حلو، الفكره حلوه من كهربا، ومباخته لمحمد سامح ولينا عشان يبقى الاول النادي الاهلي. ادي اهو الشحات وكهربا وطاهر ومحمد شريف، بس جون حلو، الكرة شكلها حلو، اللعبة حلوة، الفكرة حلوة. كهربا من هنا بقى لا استلم ولا وقف، هي صح حقها كده. طويلة عند محمد هاني، محمود سيد ياخدها من هاني، محمود فرود المرجل اللي حتى الآن ما شفناش ليه حاجة الراجل. هادي الكورة ماشي، الراجل خد قرار، الله الله، جون 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 للمرج، يا خبر أبيض. ده مين؟ ده مين اللي سدد استلامة وماشي الراجل ده بشكل غريب قوي؟ هل الكرة خبطت ولا عملت ايه؟ غيرت اتجاهها. الاول للمرج، هدف التعادل مع الدقيقة 39. ده مين اللي شاط؟ هل هو عبد الرحمن محمد؟ استلم وراح وشاطها واتباغت مصطفى شوبير عشان يبقى التعديل للمرج. سامح هيلعب ضربة المرمى. ادي اهو كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي قاعد مع كابتن محمود الخطيب بيتابع اللقاء. عبد الرحمن محمد ولكن مخطوف لعبد القادر، عبد القادر احلى لطاهر، طاهر 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 حسام، والهدف ايه؟ الاول الثاني للنادي الاهلي والاول لحسام حسن. سهله الكوره قطعت على طول حسام حسن، الهدف جون لحسام حسن اهو. ادي الكوره طاهر وهنا حسام حسن، الكوره خلصانه سهله. هنا خاف كده يبقى يجيله مزق في الضمه ولا حاجه، الكره ما فيهاش تسلل ولا اي حاجه، اتلعبت عرضيه على طول من طاهر لحسام للجون. اتنين الاهلي. واحد المرج حسام حسن واول اهدافه الوديه مع النادي الاهلي.